بتجوا على امريكا معك شنتين بتقول بجيب غراض ل 25 يوم وبرجع بغسل شوي منهم. بتفل من امريكا معك 90 كيلو ومش عارف كيف بدك تطلعهم بالطياره وشو بدك تعمل فيهم. هيدا هو النهار يلي عم نضب غراضنا بقبل اخر اوتيل وبطلوا يساعه. بشتري شنطة ما بشتري شنطة بحملهم على ايدي، شو بدي اقول لهم على المطار؟ شو بدي اعمل بكل هالهدايا والاغراض وهدايا الاولاد والتقل؟ بعتقد صاروا اكثر من 90 كيلو عندي، اكثر من 60 كيلو عند ربيع وعتلانين هم شو بدنا نعمل فيهم. هيدا هو النهار الظاهرين من هيدا الاوتيل، رايحين على اوتيل تاني بال اي من اورلاندو. رح نودعكم بعد نهار طويل ونرجع ملتقى بال اي بعد 6 ساعات ونص طيارة بالليل. الناس عم تسألنا بدك تطلع بالطيارة من ميل لميل وتطلع 6 ساعات ونص؟ يس يس يس، ما فينا، ما نروح على كاليفورنيا. anyway اورلاندو بنهارها تالت ببلش هلأ. فرجانيكم مطعم اكلنا لبناني برمنا، بس هل فيكن تشتروا منتوجات لبنانية باورلاندو؟ يس، صوروا على انستغرام كتير حلوين على السوشيال ميديا، اللوجو والارما كتير حلوة، اسمه انترناشنال فود كلوب وعنده غراض من كل هالبلدين ولبنان اول واحد منهم. أنا رمزي داود سنو، أنا من بيروت، كان اسمي سنو سبور ببيروت، صار اسمي ديفيد رمزي سنو بأمريكا. أنا بكوميرس انترناشنال ميديترينيان برودكت، منبيع almost more than 12 states. هذا مكتبنا بتاع التوزيع وعندنا الأونلاين الأمازون والوالمارت أونلاين آخر المطلع. يعني ورا كل صحن فتوش بتكون تاكلوه في 100 قصة وراه لتوصل لتسع طعم اللي تمنا. نحن صرنا more than 30 years في الديستريبيوشن. انا استلمت من الميديترينيان اصناف لبنانيه، اصناف الميديترينيان كوزين، قرطاس، الضيعه، بزورات الاميره. عندنا لاين اوف سبورت للمحلات للمطاعم، نوزع اون ديلي بيسز. عندنا حوالي 6 تراكس، كل وحده فيها 13 باليت بتروح بيعملها دروب اوف. نشتغل راوند 24 اورز افري داي. انتو بتشوفوا بلبنان انه نحنا والله مرتاحين، بس نحنا صرنا عايشين بلبنان وبامريكا بنفس الوقت، ووقتكم فايقين ووقتنا بدنا نشتغل. ليه؟ لحتى نحس انه معكم. وصلنا على براد، هذا هون منطقة مبردة بس للبهارات ادونيس. بتشوفوا كل الطعمات by different sizes، 100 جرام، 250 جرام، 2.5 باوند، 5 كيلو. لاين شيلف بولينج، كيف بيسحب الطلبيه، كيف بتجي الاوردر، كيف بنحط اونلاين، بيجي على المستودع بنعمل له باكينج، الباليت، الليفتنج، كل التفاصيل بتاخذ كثير وقت لتوصل لعندكم بحاله منيحه بنوعيه منيحه
تقدر تستطعم فيها مثل كأنك بلبنان. هاي المخلوطة التوب اللبنانية، خمس أنواع منجيبها من الكورة لهون لعندك لوين ما كان بأمريكا. نعم، يعني بكل بساطة اشتغلنا بهالشركة لحتى ندعم الاقتصاد اللبناني، نستورد من لبنان، نقوي المنتج اللبناني. نحن هلأ المحلات اللي مش لبنانية أكتر من اللبنانية اللي بيعرفونا، مجال محلات الانديانز، الاسبانيش، الباكستاني، كل هالجالية، الكوبي، منشحن على الايلاندز، كله من هالأوبريشن اللي شايفها انت. ضيعة من اهم المنتجات اللبنانية بالكونسيرفا، اقوى مقطع عنا، اقوى زيت، الزيت اللي بيجي ليك ليوصل الزيت تتكسر 100 قميني ليوصل عندك قميني صار قميني وحدة صاغ لتوصل هيك، حط 30% خسارة ليك ملا زيت. فرج زيتون عند عمك مارون الخوري، هو اللي بيقولنا منيحة الطبخة ولا مش منيحة. إذا ما ضاع مارون الخوري ما بنعرف إذا ضاع منيحة. Over 9 pallets a week. لبنة الأرز، لبنة الرومي، لبن، جبنة نابلسي، جبنة فوت فوت يا بابا فوت. هذا بيقلب مرة بالجمعة، فوت فوت ركض. سكي تايم. قديش حرارة هون؟ 16 تحت الصفر؟ واو، بتكون تحسوا الاحساس عم بتكون لابسين قميص وماشي تحته. فاكريننا نحن عايشين برا، انه انتوا برا بتعيشوا بالنهار مقهورين، بتناموا مع عائلتكم مبسوطين. نحن لا بننام لا بالنهار ولا بالليل، بالليل عايشين معكم، بالنهار عايشين وين؟ هون، لحتى نأمن كل شيء تطلع مزبوطة. anyway انتوا صنعوا ونحن بنشتري، ما في مشكلة. تركنا لبنان بعد أحداث 2008، رحنا على نيكوسيا، أسسنا بنيكوسيا وبلشنا نشتغل، صرنا نسافر بين لبنان ونيكوسيا. رجعنا 2010 على لبنان، رجعنا اشترينا عقار وحاولنا نفتحه، بلشت حرب سوريا، رجعنا على قبرص، انهارت قبرص ب 2012، وقفنا على البنوك نفس الوقفة، أخذنا قرشين. ايه رحنا على كندا وحطينا هالولاد بهالجامعات واسسنا بهالجامعات. ظروف المعيشه آسيا، كندا، لبنان، قبرص، سافرنا مع افريقيا شوي، جانا اشتغلنا مع بيت صليبا، اسسنا كم فرق مع بيت صليبا مايك سبور، وبعد هيك قررت هجر. جيت على كندا معي 1620 دولار، شفت ولادي خرجتهم وجيت على أمريكا وبلشت مش من الصفر، من تحت الصفر. أنا هلأ مستلم الديبارتمنت على الميديترينيان بأهم الشركات الأمريكانية. شفت العلم اللبناني؟ مشان هيك جبت الماركة، مشان هذا العلم على الباكج. أكيد بضاعتهم طيبة، بس كمان في شيء إيموشنال بجدك. بدك تفضل دق لك حق قرش. انا بصورك انت بتصورني، هيدا وصلي من لبنان، وصلي من 6 اشهر بس مخزني بطريقه مزبوطه ومشحون بطريقه مزبوطه. سمعوا القرش ايه عم كش معه؟ مصنع بابريل بالضاين لحديت 24 سنه، كانه معموله هلا بكل صدق، من أطيب البرازق اللي فيكم تاكلونه. أكيد ما في برازق صنع هون هيك. Amazing. Beautiful. قرش عن جديد. واو.
مش قصة انه بس تجيبها، كيف بدك تجيبها، كيف بدك تحطها بالسيستم، كيف بدك تحطها بالشلف، كيف بدك تعطي المعلومات على شحنة، بيحطوها بكعب الباليت، وجه الباليت لتوصل عندك على الرف مظبوطة ومش مكسرة ومخزنة بطريقة تحفظ على الانجريدينس تبعها. لنجيبها تعرف كم لايسنس منطلع لنجيبها؟ إذا ما فيك تجيبها ما تجيبها. اللي ما بيعرف سنو سبور يعرف انه سنو سبور من اول المحلات اللي بلش يعملوا سبونسر للبطولات، لاستاذ سامي قبلاوي، لاستاذ عبد الرحمن الرئيس، لاستاذ حسان غضبان، كل المارشل ارت اللي عندنا ماركة اسمها سنو داود رمزي SDR، كانت من اهم الماركات. نعملنا سبونسر، عملنا ماراثون على الروشة، بعدني عندي الفيديوهات قبل ما يبلش الماراثون الكبير. نعمل ماراثونات صغيرة لانه كنت وكيل البولار ساعات النبض، كنا على النادي الرياضي بالطلعة على اليمين، ضلينا نحارب ناكل خبيط ونوقف، ناكل خبيط ونوقف، ناكل خبيط ونوقف لحرب 2006. 4 مليون دولار ديو امبايد، في دوكيومنت ما في بضاعة. وين البضاعة؟ سموير بورسعيد سعودية ما بعرف وين. 2008 أكيد كلكم تعرفوا شو صار، هربنا على أبروس. 2009 أسسنا بأبروس، 2010 رجعنا على لبنان بعد الاتفاقات اللي صارت، 2011 بلشت شو حرب. كنا نحن مؤسسين بأبروس، ركزنا على أبروس، قام انهارت كلها أبروس. 2012 زيرو، نعم زيرو، عندي صبيان وبنت. نحن هلا هديك السنة الفوليوم تبعنا، هديك السنة ما بدنا نحكي بالأرقام، بس نحن هلا لنص السنة مدوبلينه. مدوبلينه يمكن بسببكم انتو يا مغتربين، جيتوا أكتر أو تهجرتوا أكتر أو نزحتوا أكتر ما بعرف، بس بعدنا منحب لبنان، منحب نروح مطارح ما تبيع بضاعة لبنان، وما مهم قديش بعدنا وقديش قهرنا لبنان، بعده جوا مجروح، جرح ما حيطيب بسرعة. بس don't give up mindset, don't give up, never give up. والمصاري موجودة، موجودة بالبنوك، بتشتغل بتجيبها، ما بدها شيء، بس don't give up, never give up. شو ما صار، مثل النقايفة، بتعرفوا النقايفة كل ما كان الوجع أكتر كل ما رجعت أسرع، ما مهم كيف تتوجع، ما مهم مين عمل لك، ما مهم مين سوي لك، مهم أنت تعرف ترجع تبني حالك، انت بدك تشتغل على حالك، ما حدا حيساعدك، ما تلف لحدا، مين ما بتعرف، لو بتعرف مين ما كان، انت اشتغل على حالك، انت شوف حالك، بلش عبكره عميل تختك. اذا ما بتبلش انت بحالك تأسس حالك، ما حدا حيرجع يشوفك، ما حدا حيتطلع فيك. انا كان عندي ملايين ملايين، أنا متعرف رمزي داود سنو، سنو سبور، SDR جروب، أكبر شركة مصنعة مستوردة، وكلاء سبيدو، بومبارديه، ماركات كبيرة، كذا محل، مش محل، كذا محل، موظفين، شركات، سيارات، مرافقة، شو ما بدكن، إخوتي، جات سكيات، ناقصني طيارة ما جبتها، راح، صفر، زيرو، بس لأني مصر حأرجع، ما في مشكلة، ما مهم المصاري، مهم بس العيلة. نحن عايشين هون مشكلتنا انه ما في عيلة، هالقصة صبيان كندية، بنت انجليزية، وانا امريكاني، وعايشين مغتربين مشحرين، مش متغربين، مغتربين، نحن معترين. anyway good luck for every Lebanese. كل لبناني بالاغتراب هو هيرو، في وراء كل مغترب هيرو، بس الهيرو هن انتو اللي بلبنان اللي عم تخلونا نستورد ونساعد. No comment. جايين نعمل تسويق للبضاعة اللبنانية، وحكي هذا الزلمة اشياء بنحكيها او ما بنحكيها كتير بكل فيديوهاتنا، وحرقة القلب ما بتروح، ورغم كل شيء مكفيين.
كول برازي. كول برازي وانسى. كول برازي. على قويك. على قويك. واو. في طعمه همسك أورلاندو. No comment. هاي أنا اسمي عايشة، أنا نص لبناني نص مصرية عايشة بأمريكا. نحن مش بس عنا الوير هاوس، عنا كمان أمازون. وين ما كنتوا بأمريكا فيكن تشتروا أونلاين على أمازون through Commerce International. منبيع كل شيء بضاعة لبنانية مصرية أمريكية، and you can find us online and it's free delivery especially إذا عندكم برايم. شفت البقلاوة؟ وطرت على البنت. شفت البقلاوة؟ كل حب بعبيت هيك، كل حب على وحدة من قرطاس هيدا عبيت. Hi, I'm Smita. And I'm Indian, working for commerce, and I'm specialized in Indian food business. But we are introducing Middle Eastern products to Indian customers. Really, it's very hard for us to understand the product, but it is so similar. The cuisine is similar, but different taste. So we are adopting it, we are loving it, and we are introducing it to the market. اسم حلو كتير، وان شاء الله يكون عنده ترويقة لانه القعدة معك بتقف الترويقة. ما بتخبط فيها على الصبح. Good morning. لهلا قد الساعة؟ الساعة 12 اللي روى ما تروقت بعد. Meetings وشغل. انت ما روقتني. ما عنا شغل، شو بنعمل؟ It's lunch time. Yes. ربحانين award. كتير حلو المحل، جو حلو، الموسيقى حلوة عم تسمعوها in the background. وجينا لهون بعتقد حاسس هو ميدل ايسترن مع مكسيكن او لاتين انفلونس اول كومبايند، وشكل اللحمه عنده طيبه. قلت لك حمص عاده كل اكله نحن في جارليك، بس عملت لك حمص لما اكلته حغير رايي وشيل الجارليك من الحمص كله قد ما طلع طيب. ايوه هلا بديك تكون اونس وما تستحي مني، بس لتدوق بديك امرار انت بتجامل شوي بتمرق شوي بديك تحكي المظبوط. اتفقنا؟ هلو، انا اسمي هادي عكاوي، انا من لبنان من بيروت، وكتير مفتخر بحالي بامريكا انه انا لبناني. هاي شغله كتير انا بعتز فيها. جيت على امريكا صار لي تقريبا 25 سنه، جيت تعلمت وخلصت الماستر وعملت بزنس تاني، بس كان عندي مشكله ما كنت لاقي مطاعم از تيست لبناني. كنت دائما اقول يا عمي اخ لو كان في مطعم لبناني. فاجيت هون فتحت هذا المطعم هوايه حتى هيك فيش خلقي، ومش كرمال مصاري كرمال اكل اكل طيب لبناني، وعملته الحمد لله توفقت. بالصدفة عرفت انه انا طلعت نمبر 1 باورلاندو، بعدين حسيت انه يا عمي هاللبناني دايما وين في نجاح بتلاقي لبناني، بالاكل بالموسيقى بكل شيء، بالطب باي شيء. فاتبعت بهذا الموضوع ومشيت فيه، والحمد لله عم نسمع كتير اشياء حلوه عن مطعمنا وعن اكلنا. وانا بقول ثانك يو لكل لبناني عم يعمل شغل حلو، واولهم انتوني. انا فخور بلبنانيتي وفخور اكثر بانتوني، لانه عم بحس انه فعلا لبنان عم بيكون دائما متفوق بكل حالاته اللي ما حنحكي فيها تفاصيل هلا، بس دائما عنده نجاح وعنده فخر. فثانك يو لانك جيت انتوني، ثانك يو لانه شفت شو عم نعمل نحن هون، وهالبرمي اللي برمتها باورلاندو بامريكا كانت رائعه، ونحن بظهرك ونحن بندعمك. انت انتبهت؟
حافر اسمي هون اي ار انطوني بحاجه. بتعرف سبحان الله بتفوت مرحله مريت على محلات في طاقه ايجابيه دغري. نحن بدي ما عم تروح عن وجهنا وقت ما فتنا هلا تعرفنا على بعضنا، بس عندك طاقه ايجابيه حلوه، حكيك حلو، الكلمات استقبلنا من السياره and very honored and blessed. لبناني شو بياكلوا عندك؟ انتبهت انه الاكلات مزبوط لبنانيه بس في هيك شويه اقتصاديه من هون خبريه من هون، كيف ركبت المنيو؟ انا المنيو ركبته مثل عملت لبناني امريكاني لبناني مكسيكان، رحت على كل كويزين شفت شو الشيء الطيب اللي بيلبق لللبناني. عملت مثلا كاساديه هي مكسيكان، عملت فيها دجاج الطاووق اللبناني حطيت بدل هذا، صاروا المكسيكان يحبوها اكثر من الكاساديه تاعيتهم. عملت الجايرو كاسادية، هيدي كيف الفليت تشيز ساندويش، عملتها بس بطريقة مثل المنقوشة على كاسادية. العالم عم تاكل شيء كمشن من كل الميلات، كان أمريكاني عم بعطيه طعمته، كان لبناني عم بيقول لي أوف يا عمي هذا مطبخ لبناني، ساعة بيقول لي هذا مطبخ مكسيكي، ساعة بيقول لي هذا مطبخ. سو جمعتهم بهالهيك هالكونسبت الصغير. عندي مثلا كبة، اليوم أنت حتعرفك تحب الكبة كتير، بدي اياك ما احكي، بدي اياك انت تقول عنها للكبه تحط على المطبخ بليز. بولي فروت ما حدا نعملها، هاي تبولي فواكه مانجو سترابري رمان كيوي اصفر مش كيوي اخضر اللي هو بيجي سويت وتبولي. فما بعرف قد ايه بتحب التبولي، يعني لبناني تيست لبناني حاططه فيه. انا من صوب زحلي من ابلح نبي ايلان، صار لي 3 سنين ونص صار جيت جرين كارد الحمد لله كل شيء تمام، والشغل مع هادي كثير ممتاز ومطعم كثير حلو واكل طيب على الاخر ان شاء الله. ربيع طمني كيف الشمسات اللي قاعد فيهم تخبرني. رح بلج منقوشة جبنة هيك ما تروقنا الصبح، وعندهم لحمة ورق عنب والتبولة اللي خبرني عنها مع شوية فروتس. فكرة كتير حلوة، بعطيها شوية سويتنس مثل ما زدنا لها رمان، ليش ما نزيد لها كيوي، ليش ما نزيد لها مانجو، تعطيها هيك شوية لون. ليش لا، فكرة عظيمة، مودرن تبولي مع باسبور أمريكاني. أفالون بوكتس فور بوكت، في عندهم جايرو، في عندهم شاورما، عندهم دجاج طاووق لحمه وكل التفاصيل، حمص بالطريقه بتكون عم تاكله لبناني مع لاتين امريكا كومبايند. وزبوناته بكل المنطقه بتحب قديش في اخضر، قديش في فريشنس، قديش في خضره، كلهم مع بعضهم. انا فوت لعنده على المحل كنت صف جوا، انا مش قادر يفتح الباب الزلمه. حلو نو مهم. رياض الخطيب، جيت على امريكا بال 1983، الكتريكال انجينير، تخرجت من تكساس، بعدين نقلت على ميامي، اشتغلنا بكل شيء، بي خسر كل شيء بلبنان، انا من بيروت،
بي خسر كل شيء بلبنان. I had nothing but to make it. So I worked لحديت ما الله فرجها. وبعدين I opened beer supply stores. After COVID there was nothing. So إجا صاحبي قال لي تعال نعمل في محل بيتزا للبيع. قلت له أنا شو فهمني بالشغلة. فتحنا البيتزا وقلبناها من إيش. والمنقيش قلت له يا زلمة معقول يعني بدنا نعيش على المنقيش؟ خلينا نعمل مطعم لبناني صغير. صرنا نبيع حمص بابا غنوش وهيك صار. رجعنا أخذنا هون وعملنا شاورما لأنه أورلاندو ما فيها شيء يعني شاورما ما فيش شاورما طيبة. بعدين فتحنا another store another restaurant burger. I let it taste it really good. I know you love burgers. So وهاي هي بس إنه نحنا هون كلبنانيين ما عنا express food. إيه سكويف هون. أها وأنا حرب. حاول. أهلا وسهلا تفضلوا. مش عم نعيط نحنا هيك. So basically this is our story. We started from small. We still small بس إنه كتر خير الله يعني we making it. At least we are ambassador for our country. We offer very good food. You're gonna taste it. تحت الباب وشفت دزينة لبنانية جوا. أهلا وسهلا. كيف مجمعون وكيف ململمون؟ خيليك المحبة دائما بتجيب محبة صح؟ صح. أهم شيء تمنى الخير لغيرك حتى يجي الخير لعندك. I believe in that. حلو. أبو أسامة بهاء الدين حياك الله. الأردن. نعيم الخطيب أخته لصاحب المحل. محمود إبراهيم من طرابلس لبنان اللي 9 سنين بأمريكا وعم بشتغل بالستلم هون المطبخ والمطعم والحمد لله الأمور كلها تمام. الشاورما المشاوي أي شيء لبناني ونحن عنا موجود هون بالمطعم أي شيء لبناني حمص فول فتة مشاوي شاورما أي شيء لبناني موجود عنا هون. We don't make anything pre-made. كل شيء نحن بنعمله from scratch. من الكفتة لل نحن بنشك الشاورما we don't buy it. في ناس تشتري السيخ عادة نحن we don't. نحن بنشكه أبو علي الله يرضى عليه هو بيساوي كل شيء. شيش طاووق نحن بنشتريه. يعني شو كمان بدي أقول لك الكبة نحن بنساويها. ورق عنب نحن بنلفه هون ما بنشتري علب وبنفتحها وبنحط لها لبناني بنصنعه عندنا بالمطبخ. بنحاول نعطي قد ما فينا authentic flavor علشان اللي يجي يتذكر دايما مشان السيارة تجيبه لهون لحالها بس يركب بالسيارة بدي اكل he goes come let's go to Beirut bakery or Beirut grill. فابو علي غير شكل بيعمل ما فيش زيه يعني بصراحة. حمص بسلقو وبطحنه بالضبط يعني نمبر 1. عم تصور؟ قطشت لي راسي؟ قطشت لك راسي. مش عارف ما قطشت لي راسي. هيك؟ راسي مبين؟ راسك مبين. تشتغل معنا؟ تاكل بتزيد تاكل اكل كثير طيب. اوكي. بدي اعمل جمعية. تفضل. جمعية عالمية. اسمها وقفوا حطوا توم بالحمص. اسمها جمعية عالمية، التوم الحمص ما بده توم. وساعة اللي بتاكلوا حمص مع توم بكل صدق بيكون ما بيعرف يعمل حمص او عم يخبي طعمه بشعه. وساعة اللي بتاكلوا حمص ساعة بتاكلوا حمص كريمي لونه رائع مش ابيض على الاخر طعمة الحمص فيه الحامض على القد الطحينة المزبوطة مش مرمرة. كنت عم تقول اطيب حمص باورلاندو ما دقتهم كلهم بس فيني اقول لك بيربح جايزة. شكرا. اوف هيدي طلبناها مع الكبة دي. الكبة ما في دغري من القصة. ليك ما لفقش مثل البسكوي رقيقة كتير ومنحط لها شو أطيب دب العالم. لكن جمعيتنا نو فورتوم ان حمص بلشت هون اليوم عم نطيلين حبيبي. أنا لبناني وبقول لك بلا توم بالحمص. هاي مش كبة هاي بيسكوي على لحمة.
إذا مبلشين هيك. هلا فهمت ليش كرشك شوي كبير. هلا فهمت. هبلش مطلق. ورق عنب. لف ايد. مشغول صح. صحن الحمص بالشكل. دقيقة. بدكم نرجع عن جديد. الكبة رائعة، الكبة فعلا رائعة. طلعوا. ايش فيها جوز. حمصاتكم رائعين 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 رائعين. ألف صحتين، ألف صحتين. فعلا حمصات عظيمين. ألف صحتين. Great job. Amazing job. بتعرفوا خليله يحضر. في نفس هذا الأساس، في واضح نفس عظيم. فلافل لونه أصفر مش سودا، زيتاتها صح، قرشة خفيفة، في حمص كتير واضح، مش عجقة خضرة. دوقوا خبرون. أوه لحمة بالكواليتي بيرفكت. كتولين شباب. طب انا بدي اقول لك تفضل ذوق. بدي اقول لك very good job. ضربت عيني على طنجره الورق عنب بس مش خالصه. فتعوا ذوقوها وخبروني، ابعثوا لي مساج قولوا لي حبيت المحل، حبيت الجو، حبيت الفايب جوا. في طاقه حلوه، في طاقه كتير حلوه عم تطلع من الارض، عم تطلع من الناس، من الوجوه، من ضحكه كل شخص التقيت فيه بالمطبخ. ودفنت لي هيدي مبينه بقلب الاكل. الشغل مظبوط، النظافة، الترتيب، الصحون، البرزنتيشن، عندن بيطلع نوعية لحمة بتعقد، بيطلع شيء مرتب وحلو كتير، مشغول صح، كبة رقيقة ملفوفة على الإيد. برافو جون. ثانك يو. طمني على اللحمة. واضح. واضح. بعرف شو. هون. مش عم نكذب. The price is here. Don't trust a skinny chef. بيروت جريل، ورايحين هلا على بيروت بيكري. بس قلت على الطريق شفت سيخ الشاورما، لحمه مظبوط، شقف رفيع، ما عم بكب فات وما عم بكب ابيض. شهين وحمسني، قلت له اعمل لي ساندويش. طلع طلع هيدا نقصها بالنص وفرجيكم من جوا. اوه بندورة، كبيس، لحمة طرية. ساندويش ساندويش. الخبزة مش لبنانية، ما بتش، محطوطة دبل، فيكم تطلبوها تكون أقل. ومن جوا لحمة طرية، تراتور أو حمص، كبيس منه مالح، بندورة مظبوط. بيستعملوا بقدونس لبناني أو ميديترينيان، مش هذا الخشن البشع. Oh this is good. Good job. It's منقوشة time. أهلا وسهلا فيك. دغري استعملوني بورق عنب؟ فيني وحدة للربيع. يس. هذا شغلها ها؟ هي لك. هاي شغلة هي. كيف طيبة؟ بعطيك الطنجرة. عن جد؟ بتبيعوا هون ورق عنب؟ يس. اوه اميزي. انا عم بعمل كيترينج اون ذا سايد يعني. بطلب كل شيء. انت عشت بالبرازيل، خلقانة بالبرازيل؟ انا اهلي ايطاليان. كيف تعلمت لبناني؟ Well, this is a long story. I don't like to be left out. أحلى شيء لما بتسب واحد. When you fall in love, يعني. Okay. It's a poetry and the, you know, poem. Wow, amazing you said. Nice. لكن نقلنا من ال من من الجريل على البيكري أندالي، من جريل أندالي للبيكري أندالي. هون في اشياء لبنانيه، اكل، ورق عنب، تبوله، فتوش،
تقريبا كل شيء مثل هون هيك الفرق الشاورما والجريل عظيم وهون في زياده المنقوشه ايوه جيل بدك تسافر منقوشه كثير طيبه ورق عنب سوبر طيبه ورق عنب انت بتعملها يس يس ليك الطنجره مين علمك اياهم ستك اللبنانيه لا It's because I fell in love with this guy. أول شيء أنا كنت متجوزة على فلسطين. Then I upgrade. I'm just kidding. Joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke. No. No. إنه الفلسطينيين إن شاطرين بيعملوا باللحمة أكتر شيء. بس أنا تعلمت الورق عنب بالزيت. So this I prefer يعني ولادي أنا بحب الورق عنب بالزيت أكتر. You know. This is my signature. Everybody knows. أنا إيطاليا ولا برازيل؟ لا أنا جنوب برازيل آخر شيء. أهليك من إيطاليا؟ أهلي إيطاليا. So في مثل بقول إذا ما شو إذا ما أريدو شنطة بالبرازيل وإيطاليا شو هاد المثل؟ أي مثل؟ She's so cute. Super cute. مش معقول. عبالي إجي لعندك وأغمرك وبوسك. You're so cute. Amazing. She's very nice. This is she's the reason, right? Because of her cooking. دايما مش حق علينا. دايما حق علينا. But she is my, she is my. I am the neck, you the head. سمعت شالد. شيء قوي ها؟ دقتون؟ عم خليتك بعد. دقتون أنت كل ما يعطوك واحدة تدوقني إياها بتاكلها أنت. لا. بلا. لا. ليك قديش طيبين. Very homey. صح. منا طعمة مطعم، طعمة بيت. بس حالي عملكوا بالبيت عن جد. مش معقول. والله ست. سوبر يامي. انجوي تما يقولوا جوعت الصبي. عم طعميني ورق عنب زيت فبتحتكوا انت منقيش. انت بس تنقي القشة تطعميني اياها وتكون كريم كثير بعرف في وراها. أنا من بيروت من لبنان صار لي 8 سنين بأمريكا جيت من سان دييغو من 7 سنين after living there I moved here about a year ago and dealing with this restaurant it's a beauty it's a gem عندي كتير أشياء طيبة الصراحة بس من أولهم my personal favorite is the cheese and zaatar calzone and I also love this stuff that she makes the grape leaves fresh so My personal favorite are these two. Yeah. طلع قديش طري عم تحسوا مسكتها قديش حلوة طرية مش معظمة لبنة خضرة زعتر كتير زعتراتهم طيبين قدي رقيقة وقدي طرية رقيقة ولا محمصة ولا معظمة لبنتهم طيبة زعتراتهم طيبين Good one منقوشة راب Best enjoyed as a rap زعتر لبنة وخضرة. Loved it. لبنان with no adaptation. لبنان بالكبة طبعا. لبنان بالمنقوشة، لبنان بالجبنة، بالحر، بالكشك، بالسجق. عجينة very special. رقيقة، خفيفة، جبنتها حلوة، زعتراتها طيبين. وهيدي من قشطة This truly is the best Very nice تعالوا الورق عنب فلوا من المنقوشة تعالوا تضحكوا تعالوا تعرفوا هيدي الست Amazing discovery From someone who's not even Lebanese or Arab you're truly an inspiration doing good food good products and speaking from Lebanon and the Arab world as if you're part of us as if you're one of us you truly are an inspiration
Oh, thank you so much. I appreciate it. And I'm proud of you too, لأنك عرب, and you fight to keep Lebanon together. You know, through the food you bring Lebanon is a window from Lebanon to the world. Amazing. I'm very proud of you. And شكرا كثير انه جيت لهون, شرفنا. And I always wish the best. I've been watching you a long time ago. I've kept following. بدنا نقول بالعربي لكل واحد لبناني ما عم بيعلم ولاده لبناني. لا, علموا ولادكم عربي حتى لو جيتوا هون في امريكا, because Arabic is such a beautiful language. And we have Gibran Khalil, which is the second after Shakespeare. كل الناس بيعرفوا هذا الشيء هون في أمريكا, حتى they read their books, and I'm the one, you know, that also I like his books. So thank you so much. شرفتونا, oh, I wish you the best. وأهلا وسهلا فيكم, you know. Thank you. See you next time. Hi, my name is Mohammed. I was born in Chicago, Illinois. I have a pretty good experience of how food needs to taste because Chicago is very competitive when it comes to the food scene. I decided to open specifically a halal burger spot here in Orlando because we have nothing halal. And this is hand-slaughtered halal. So it's a complete difference when it comes to the flavor of the meat, because when it's hand-slaughtered halal, that means they make sure at the factory that the blood is completely drained. So you definitely taste that in a burger when you're talking about a gourmet burger. And that's why we are a little bit more expensive, but that's what makes the burger taste amazing. So far we've been open for about 2 months now. There's been a very good reaction, and hopefully we could open more locations. Signature dishes, we have our classic, which is a B&B classic, two smash patties smashed on a grill. Comes with onions, garlic, lettuce. Our next is going to be our half pounders, which is the premium prime. Gaucho burger, which comes with an addition of an egg. Or one of our signatures is our signature steak and cheese. We use thinly sliced ribeye steak on a nice baguette bread. Thank you.
شو يا ربيع؟ بيقولوا أورلاندو تمشي من محل لمحل. يلا تعوا قطعوا لعنا. 45 دقيقة روحة، 45 دقيقة رجعة، 45 دقيقة تنروح. عم نحكي هايويز، يعني ال 45 دقيقة منقطع فيها مسافة لبنان من تحت لفوق. نهار رائع وآخر نهار، ويا ريت في نقعد أكثر. عن جد فعلاً أورلاندو بتستاهل أكثر بكثير، بعد ما عملنا يونيفرسال ستوديوز، بعد ما تصورنا مع ميكي ماوس، وفي كثير أشياء فيناها بعد، وأكيد في مطاعم تانية بعد ما زلناها. برجع باكل تنيانة تقول لك المضبوط. عشا امبارح بالدورة. عشا امبارح ما تقفوه، وصدقوني حمصات اليوم من أروع ما يكون. شو هالرياض؟ شو هالزلمة؟ شو هالست؟ عن جد شو هالست يلي علمتني كثير، تتخيلوا؟ برازيلية، تليانية، تعلمت تحكي لبناني وبتحكي كتير منيح، بتطبخ لبناني، بتطبخ لبناني كمان، وما فيكم تقطع عليها كلمة أبدا. great day great start، بلشنا كتير بكير وهلأ بعدنا مشينا عم نركض ضد الوقت، لأنه 45 دقيقة نوصل على المطار. أنا معي 4 شنط، هو معه شنطين، بعد عنا 1 more stop، so رايحين هلأ نشوف a sweet place dessert قبل ما نكمل على المطار another 45 minutes. سو يا بحب خبرك انه حنركض على المطار تنلحق الطياره. لا وشو بيقول لي جابي؟ اذا ما بدكم تسافروا خليكم روحوا نتعشى طلياني. فكره مش بطاله، مش بطاله بس عنا التزامات. يلا it's dessert time، كثير محمس. homemade handmade with definitely نفس كثير. جيت على أمريكا بال 77 سوري جيت على أمريكا بال 77 سكنت عند بيت عمتي، بعدين اتجوزت جوزي من لبنان كان، وبعدين نقلنا على فلوريدا بال 96 beginning 96، واشتغلت بالسوبر ماركت، تعلمت العالم اللي مثلا شو بينباع بالسوبر ماركت. بعدين صرت انا اجتني فكره انه ساوي هالشغل، وبلشت ب 2005. بعدين عطيتهم لاولادي يشتغلوا معي كيك، وفيه 3 kinds of milk، نسميه 3 leches. كمان بنساوي على شوكليت، ومنساوي مع دولسي دي ليتشي، هذول كمان منساوي فلان دي كيسو وفلان ريغولار دي بانيلا. اول شيء بلشت انا وجوزي، صرنا نحن نبيع بالسوبر ماركت وكل شيء. بعدين قلت لهم لاولادي تعوا ساعدوني، بس انا ما عندي قدره لساوي كثير يعني. استلموا هن، اجى بالاول ابني صار يساعدني، بعدين اجت بنتي. بلشنا نحن هون مع امي بعد ما يعني هي طلبت هيلب معنا. انا جيت ركض معها اشتغل معها، اند شفت بوتنشل بالبزنس تبعها. قلت يو نو وات ذس از وي ستارتد يعني سمول بالكوميساري وهيك وات نوت، محل صغير. قلت سنترال فلوريدا صارت تكبر شوي ورا شوي. انا لحال اي سيد يو نو Let's take the market. And no, في عبيش إيش كتير Latin Americans la Central Florida. أنا عامل distribution المحلات هون بالarea بأورلاندو. بعدين صرت روح لتامبا، صرت روح لأوكالا، بعدين رحت لميامي. صرت روح للمحلات البرافو سوبر ماركت، سادانو، هذول deal with them وينا عامل معهم. بعدين بالأخير we need to grow and expand the business. عم بلشت دور على محل، عمل محل وبيكري official bakery تبعنا، لأن كنا عم نستأجر كمس rental kitchen. لقينا هالمحل كان warehouse، عملناه bakery you know production bakery.
بعدين قدمت لهول فودز ماركت وفتنا بهول فودز ماركت ستيت وايد. بنبيع اغراضنا بكل شيء، نعمل كريم كراميل، نعمل التريس ليتشيس كيك، نعمله ان ديفرنت فليفرز، نعمله بهيزل نوت، دولسة دي ليتشي، وكل دون 100% ناتشورال. سو بيعمل اكثر شيء البرودكت تبعنا سبيشال، يو نو انه هو بيكون 100% ناتشورال. اكثر شيء ماي ماذرز ريسيبي، ذاتس ذا نمبر 1 موست امبورتنت بارت. هي امي هي فروم ارجنتين، سوري ارجنتيني. شو عملت؟ عملت الريسيبي من ارجنتينا، كان نوع يوروبيان انفلونس معه. This tres leches is out of this world, in my opinion, you know? And I said, we have to share with everybody else, 100%. And then we were very successful in doing so. Hi, and it's me, Mariel. I'm the daughter and sister. Here, نحنا عنا الفلان, كل different sizes. عنا الكبير, the hazelnut tres leches, عنا الفانيلا, وعنا الكاراميل, which is the dulce de leche. So good. عن جد بتشهي. هلأ فتحت. كأنه معمولة بالبيت. يعني شغل بيت ولا راح ولا جا. And it's so good. عن جد. الدسمة مش مخففين بالمكونات أبدا. شغل صح. أنا أكيد بتعملها مثل بتعمليها مثل ما بتعمل مثل ما بتطعمي اولادك بتطعم الناس. واضح. اوه ديليشس. ابدا سوبر ناتشورال اكوردنج رح نكفي على البقيه. هيدا المشهور يعني هيدا اللي بلشت القصه منه. اتريليتشي اوريجينال بلشت نحن بالاوريجينال هون. بيجي معها هاو اتس ميد هاو تو اوبن ات. هاو تو اوبن ات تير ايزي لايك ذس. سو هي الدوسة دي ليتشي فيها بالكيك فيها بالتوبينج. كله 100% natural, zero preservatives. ثلاث أنواع حليب. ثلاث أنواع حليب. Condensed milk, evaporated milk, or regular whole milk. Natural. No preservatives. Zero. مثل ما هي. قد ايه بتضاين بالبراد؟ 7 days. 7 days. 7 days. Very short shelf life. لأنه ما عنده no zero, 100% zero preservatives. مثل ما yes. Whole foods بدون no preservatives, no artificial flavors, nothing. Super delicious. Very clean label. كأنه الماما عملتهم هلأ، كأنه الوالدة عملتهم هلأ. يعني بده كتير شغل، بده كتير تعب. إذا عبالكم تستطعموا بطعمة كيك البيت وما تتعبوا فيه وتنظيف وركض و... As is. Good job. Very good job. Very good job. ستنا very good job. Ready to eat. بدأين 7 أيام وهلأ صرنا بالهيزلنوت مسقعة متكوكة دك العلبة معباية منيح grab and go إذا كنتوا على الطريق بتدوب دوامين بتم بس منا دلعة سكراتها كتير خفيف أبدا بتحرق زلعيم بعدنا عم بيكل هيدي رابع خامس كاتشة It is delicious. بيضلن بقلبها شوية حليب شوية ليكويد بلا ما يتش العجينة من تحت ماسكة على بعضها impressed honestly impressed was not expecting أنا قلت بكل طعمة أمريكانية سكر كتير nothing مش ما في شيء منه عربي شغل بيت مع نفس بيت سكر خفيف ما له عليها أبدا بالكولتشر الأمريكانية بيفوت بالقلب دغري عن جد عن جد بعقده طعمتهم نفسهم حبهم روحهم حتى لو علمت الشباب بس بعد عم يكفوا شو انت علمتيهم and it's phenomenal thank you so much thank you thank you ان شاء الله ضلك بصحتك وان شاء الله ضلك وقف حدهم وشو بدي لك اكثر من هيك بدك بوصي
We would be so happy if my father was here to witness all that we've done, his legacy that he left behind. Anthony being here, you know, it would have been a blessing just to have him here to see all of this, you know. He passed away 3 months ago, and very saddened about that. And if he were here today, he would have been, you know, he would have been super, super happy for us. Yeah. And I know he's watching. هو دائما كان يتفرج عليكم بوقت اللي كان كنتوا تروحوا بلبنان للضيع وتاكلوا هالمناقيش كان كتير كتير انبسط يعني كان يفرح لأنه هو عاش بلبنان 20 years يعني سكن كانوا السكن هوم تبعه وكان كتير مبسوط بلبنان. The trip of emotions يعني هيدي السفرة سفرة الإيموشنز، الدموع، السكسس ستوريز، التعب، الأشخاص اللي بتعقد الشركات، النجاحات، العلم. واو، مين كان بيقول بفلوريدا رح يصير فيها هالقد دموع، نجاح، فرح، وكمان هيك زعل بمحلات. فلوريدا منودعك، منودعك يا فلوريدا من بعد سفرة بتاخد العقل. 4 أيام أو 5 أيام مثل كأنهم شهر، وأكيد لازم أرجع لهون لأنه بعد مثل ما بيقولوا we didn't even scratch the surface. من هون LA ركض على المطار وإن شاء الله منلحق، يمكن منخبركم شوي أول ما نوصل. طقس، فرق الطقس، وسفرتنا العظيمة الرائعة 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 بتكفي. نحن بنكفي من ورا محبتكم، انا بكفي I fuel on your energy on your love، انا بكفي حبكم بخليني كفي، دعمكم بخليني كفي، احساسكم، غمرتكم، بوسطكم بتخليني كفي، وعم نعمل شغل عن جد بعقد. كل حدا مفوت لعنده هو علم لإلي ولإلكم ولكل الناس، كل حدا مفوت لعنده بناخذ منه خبريه، بنتعلم منه شيء. لكل هالشباب يلي بمحلات بيفقدوا الامل يتطلعوا ويقولوا لا ممنوع نفقد الأمل. وهيك بتخلص قصتنا، كانت قصة حلوة كتير. باي 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 يا حلوين. فلوريدا جود باي. نحن عندك هوت دوغ إذا بدك، وهيدي ملح برتزل غير شكل طازة، ريحتها عظيمة. And the 200 كالوري لمنيت full of sugar. Cheers. إحنا منعيشها كلها سوا. ففلوريدا مقلك باي. بالمطار ركض عجقة قد ما بدكن، even though internal flight ناس فوق بعضها، صلنا نص ساعة لتربع ساعة بس على السيكوريتي. شو اسمها أونتي آن، بحبها كتير. شو هيك؟ طيبين؟ مالحة ايه؟ فوق جبت لك ثلاثة وقالي؟ ايش بالنعمة ايه؟ ثلاثة قالي ثلاثة لك. اسمع، واحدة تشيز وواحدة كراميل. لك خلص بدنا نولعها الليلة. انجوي. يعني بقول لك المظبوط الأكل على الطيارة يعني ولا بد. Thank you and see you in LA. لكن في ساعة تأخير بهالوقت منلحق نطلع حلقة الليلة يلي بعد ما طلعت ورقة الكمبيوتر وماشي فيه وقت ما وصلت.
طالما أنتي آن طلعوا بيعلكوا شوي و كتير عجين، فراح نجرب ندوق هوت دوغ عند حدا تاني نيتنز، وبيكون معنا ساعة شو في أكل. برجر كينج مسكر هو أساساً، شو في أكل راح نجرب ندوق هون بالمطار ونقضي ساعة. Let's walk back. طالما أوت باك عنده عجقة كتير، فقلنا هيك نجرب نيتنز. قطع قدامنا كتير محلات على الطريق، حد الترومبيت وعنده هوت دوغ، خبز طرية على تشيدر تشيز، انتو بتحط عليه كاتشاب and so on. قشرته أسمك من الكف اللي كنت استعمله ساعات كنت اشتغل بالعيادة. واو نو اند ذن ذا فيموس فيش فيلي. شافت سمك مقصوص اثنين، فرايد، خبز من امبارح اكيد او طالع من الفريزر. خبزة كتير بتعلق بس السمكة فريش، يعني منحط لها صوص من تحت صوص من فوق، بتلك ربع ساعة بتشرب الصوص الخبزة بتطرى وبتصير تاشي بيصير منيح. cheap fast food ما تهنينا. 1 hour to go. هلو ال اي، بعد 4 ساعات ونص طيران سموث، الكرسي ما بترجع كتير لورا واذا نمتوا بتطق رقبتكن، بس مجددين الكراسي بس ما بترجع كتير لورا. تو بي اونست اكلت ايطاليان باستا ديش مش عاطل، تفاجأت بقلكن مظبوط. وممنوع تفوتوا على اللاونج اذا كنتم مسافرين ناشونال، سو هول تعلمتن. توصل على ال اي ديزني لاند من شكل تاني، عجقة ناس فوق بعض، تروكس باسز، و 12 بالليل لودد. فبدنا ناخد باص نروح على الرنتل كار كومباني، ناخد السيارة ونسوق 50 دقيقة تقريبا على الاوتيل، يعني يمكن الليلة من نام 2 الصبح ومنقلع بكرة نهار جديد. شغلة أخيرة، حرارة 69 كأنكم قاعدين بـ AC 21 بالأوضة من شوب رطوبة 33 أو الحرارة مبارح دقت 100، هلا وصلنا على 69 يعني 21. هاي شو حلو. It's bus time.
من هون وحدة ونص الصبح من ودعكم منبلش برمة سريعة بقلقي ابتداء من بكرة. هلأ بدنا ننزل الغراض، نشرج التليفونات، البطاريات، الميكرويات، نفتح هذه الشنط، يعني بكرة يمكن نبلش شوي مأخر. Good night and see you tomorrow.